كابتن فاروق جعفر، مرحب بيك على شاشة الوف. اول حاجة انت حليت قيمة المضافة، ايه الحاجة التانية اللي انت بتوع بيها الاعضاء الجمعية العمومية؟ ان احنا ما نزودش المبلغ اللي زي ما قال يعني كابتن حسين لبيب، ان هو الناس اللي دفع 60,000 و70,000 المستثناء ان هم يوصلوا لغاية 225,000. ده مستحيل ان يحصل لواحد يعني عضو في النادي بقاله 7 سنين 8 سنين 10 سنين، وبعدين مرة واحدة بتفاجئ وبتقول له انت لازم تدفع حتى الفلوس على اقساط المبلغ ده في الظروف اللي احنا فيها والظروف الاقتصادية صعبة. طيب في حاجة في حاجة احنا سمعناها ان انت بتحل مع الاستاذ الدكتور عماد البناني على ارض مطروح، فممكن حضرتك ارض مطروح؟ انا بتكلم في ارض مطروح. النهاردة حصل ظروف ارض مطروح ان كان في اعضاء من اعضاء جمعية عمومية كانوا موجودين الارض مطروح، وبعدين فوجئنا ان حد بيكلمنا من مطروح هناك وبيقول لنا الاوتيل اللي هم فيه ما استقبلهمش، او المكان المطعم اللي هو جوه كومباوند بتاع نادي الزمالك قالوا ان احنا قافلين، فكانوا عايزين ينزلوا نص البلد فقالوا لهم مفيش مواصلات مفيش اتوبيس، فلازم نحل ده وان شاء الله احنا في طريقنا لحل. يعني جماهير الزمالك او اعضاء الجمعيه العموميه لازم لما يروحوا مكان لازم الناس تبقى حاسه ان هم بيتكرموا، ان هم جايين رايحين يتفسحوا ورايحين يقضوا وقت كويس، مفيش ضغوط عليهم، مفيش اي مشاكل، ان شاء الله نحل المشكله دي. الزمالك والترا سولار، ايه اللي توجه رساله ايه للعيبه الزمالك؟ لعيبه رجاله وهم تعرضوا قبل كده للظروف دي، لكن احنا مستنيين منهم النهارده ان شاء الله ان هم يعوضوا المباراه الاولى ويستمروا في البطوله الكونفدراليه بشكل كويس. ودايما لما تيجي تتكلم على نادي الزمالك اول حاجه بتتكلم عليا هو الفريق وهو اللعيبه، فاللعيبه رجاله وان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده وبكره ان شاء الله يعملوا نتيجه جميله. رسالتك لجمهور الزمالك والاعضاء؟ جمهور الزمالك فوق دماغنا، هو جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي اللي محدش بيدي له حقه. احنا نتمنى الفتره الجايه جماهير الزمالك تاخد حقها، ان هي بتساند الفرقه في كل المباريات، وما ننساش سنتين دوري وكاس ده يرجع كل الجماهير نادي الزمالك والاستقرار اللي كان موجود في نادي الزمالك. شرفتنا على باب الوفد يا كابتن فاروق، شكرا. استاذ نجلاء خليفه، مرحب بيك على باب الوفد. اول حاجه عايز اعرف ايه راي حضرتك في الدعايه الانتخابيه وايه المشاكل اللي بتواجه حضرتك في الانتخابات؟ ان شاء الله الدعايه الانتخابيه تكون، يعني عايزه اقول للاعضاء ان انتوا لازم تكونوا على وعي تام من اللي هيضركم او من اللي هيكون معاكم واللي هيساندكم بالفعل، مش من اجل الكرسي. اللي هيساند بقلبه، هيساند ان هو في النادي وان هو خبره طبعا في النادي ويحصل على ولعب قبل كده في النادي وبنى في النادي، غير اللي بيدعم وعامل مثلا ان هو انا معاكم بقلبي وكل حاجه بس ما فيش تاريخ وما فيش اي حاجه. ده اللي حضرتك. طيب ايه الحاجه مثلا، الحاجه اللي هتشتغل عليها مع فعاله نجاحك؟ تمام، انا ان شاء الله بامر الله الحاجه اللي هشتغل عليها ان انا هعمل مطعم مدعم اكل صحي. دي كل ام وكل اب وكل حد في النادي بيعاني من المشكله دي، بيعاني ان مفيش مطعم اكل صحي كده، ان انا مثلا بدل ما اكل حاجه فيها زيوت او ابني بيلعب لعبه محتاج اكل كويس، فانا محتاجه ان انا ادعم الموضوع ده وان شاء الله هشتغل عليه. ده من ضمن يعني البرنامج بتاعي. مفاجاه جدا كبيره جدا لكل ام، انا ان شاء الله هتبنى كل ستات النادي ان شاء الله بامر الله، وهقوم بكل الحاجات اللي هتريحهم في قلب النادي ويبقوا مروحين مبسوطين وعيالهم مذاكرين وكل حاجه ان شاء الله تمام. بكره في ماتش الزمالك او النهارده، يعني ماتش الزمالك والترا سولار، رسالتك للعيبه الزمالك؟ ان هم بقى يعني يدعمونا احنا لما هم يكسبوا ويلعبوا بجديه، احنا كلنا هيبقى عندنا باور ان احنا كمان بنسند بعضينا وان احنا بندعمهم، وهيدونا فرصه كده ان احنا نفرح ويفرحوا جماهير الزمالك اللي بالملايين. فانا بطلب منهم ان هم ان شاء الله كده يبقوا قد المسؤوليه ويفرحونا بامر الله. شرفتنا على بطل الوفد.